صباح الخيرات عن جديد لكل يلي عم يشوفونا. وصلنا لفقرتنا التغذوية بحلقتنا لليوم. كتار من الأمهات وخاصة يمكن لولدانين جديد، بما أنه كنا عم نحكي عن السيدات الحوامل، عندهم مشكلة مع أطفالهم يلي بيعانوا من فرط حساسية اللاكتوز، وبصيروا بقى بدهم يغيروا حليب وما يعرفوا شو يستعملوا حليب معين. وليش هيك عم بصير مع ابني لبين ما نفهم أنه هي حساسية لاكتوز وهي حالة طبيعية ممكن تكون موجودة مع أي طفل، ولكن لازم هيك ننتبه للكتير من التفاصيل يعني حياته لهذا الطفل لحتى نحن ما نأذي وما نضره. فاليوم بفقرتنا رح نحكي عن هذا الموضوع. أكيد يا ميشا، بفقرتنا لليوم حنحكي عن عدم تحمل اللاكتوز، شو أسبابها وشو أعراضها وتفاصيل كتيرة حنتعرف عليها مع ضيفتنا الموجودة معنا بالاستديو، اختصاصية التغذية الدكتورة بتول اللو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير ماري. صباح الخير مشلين. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عن جد الماميات هيك بيستغربوا إنه شو عم بصير أنا مع ابني، لحتى بين ما يفهموا شو اللي عم بصير بيكونوا غيروا شي 3-4 أصناف حليب لنعرف إنه المشكلة حساسية لاكتوز. شو بنقصد بحساسية اللاكتوز؟ هلأ حساسية اللاكتوز أو عدم تحمل اللاكتوز هي مشكلة هضمية موجودة إلى حد ما في جميع أنحاء العالم. وقت لما أنا بحكي عن هاي الحالة، وقت لما أنا بشرب الحليب وصل الحليب للأمعاء الدقيقة منهضم بسبب هيدي اللاكتوز، مادة اللاكتوز صح، بتمر بعدين للكولون وبتفكك البكتيريا الموجودة بالكولون بواسطة ميكروبات الأمعاء. تمام. بتتحول لهيدروجين وسي أو 2 وبتبلش بقى عنا الأعراض بتبين لعدم تحمل اللاكتوز. بالنسبة للأطفال اللي هن ممكن ينزعجوا ببداية مراحل حياتهم لأنه بس بيعتمدوا على الحليب. صحيح. لأنه أنا عم زيد، أنا هذا الطفل عم بعطيه حليب وهو عم يعتمد كل غذائه على الحليب، فعم بزيد عندي الأعراض والحالة عم بزيد أكثر وأكثر. صح. تمام. شو هي الأعراض اليوم؟ أنا كيف بدي أعرف إنه أنا عندي مشكلة؟ لأنه عدم تحمل اللاكتوز لازم يبين معنا من الصغر، لأنه نعرف إنه هو موجود بالحليب، بالأجبان، بالألبان، بكتير قصص نحن أصلاً نفطر ونتغدى ونتعشى، فهذا بيبين بعمر صغير. شو الأعراض؟ أنا شو بلش حس؟ كيف بدي أعرف إنه أنا عندي حساسية معينة؟ بتشمل الأعراض مثل مثلاً ممكن نحس بانتفاخ أو ألم بالبطن، أو ممكن نحس بتشنجات، ممكن مثلاً نحس بغثيان. بعض من الأشخاص بحسوا أنه صار عندهم وجع بالمعدة، مضطرين أنه يفوتوا على الحمام بسبب الإسهال. في أشخاص مثلاً نتيجة التخمر اللي بصير بينزعجوا من هذا الشيء كمان، بصير عندهم هذا الوجع. طبعاً نحن بعد ما نتناول الحليب أو أي منتجات الألبان بشكل عام اللي بتحتوي على اللاكتوز ممكن تبلش تبين الأعراض من نص ساعة لحوالي الساعتين. تمام. طبعاً بتختلف هي الأعراض من شخص لآخر، ممكن تكون خفيفة لأشخاص، ممكن تكون شديدة الخطورة لأشخاص آخرين. طب بما أنه عم نحكي عن الكبار، هو ممكن يكون بالصغر ما عنده هي الحساسية وعلى كبر صار عنده هذا الموضوع؟ اي ممكن. بأي عمر أكثر شيء بتظهر؟ يمكن أقل من سنتين، الأطفال أقل من سنتين لأنه عم يعتمدوا على الحليب. تمام. فزيادة الحليب اللي بيحتوي على اللاكتوز ممكن يزعجهم. طيب، وبعمر أكبر ممكن تظهر بأي عمر هي هاي الحالة حتى لو كان بالصغر ما بيتضايق من اللاكتوز؟ مع التقدم بالعمر ممكن أشخاص يكونوا أطفال وما بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز، بس مع تقدمهم بالعمر ممكن تظهر عليهم هاي الأعراض، وأكثر شيء بنشوفها بالمراهقة. تمام. أنا شخص اليوم عندي مشكلة وبعاني من عدم تحمل مادة اللاكتوز، كيف بدي أقدر سيطر وأعمل كنترول بنظام الغذائي؟ شو الشغلات يلي لازم أنا أعملها لفعلا، خصوصي الأطفال، كيف ممكن أنساعدهم؟ لأنه الطفل بيشتهي بيقول لك ليش ما عم باكل مثل الأطفال الثانيين، تماما رفقاتي بالمدرسة. تمام. هلأ ممكن نحن نصير نعرف شو الأطعمة أو المشروبات اللي بتحتوي على اللاكتوز ونتجنبها.
فينا طبعا نستهلك المنتجات بشكل عام، بس نحن بنروح على الاشياء اللي هي خاليه من اللاكتوز، او فينا نحن ناخذ مكملات غذائي، مكملات تحتوي على الانزيم قبل ما نتناول هدول المنتجات، فمنخفف من الاعراض والانزعاجات اللي بتحصل نتيجه تناول الاطعمه والمشروبات اللي بتحتوي على ماده اللاكتوز. طيب في الكثير من الاشخاص يعني بيلجؤوا كاهالي للحليب يلي خالي من اللاكتوز، بنلاقي انه في كثير علب من الحليب مكتوب عليه خالي من اللاكتوز للاطفال يلي عندهم حساسيه اللاكتوز او عدم تحمل ماده اللاكتوز، بنلاقيه اغلى من الحليب العادي، شو السبب؟ في طريقة بتصنيعه مختلفة لحتى هو أغلى من غيره؟ صح، أول شيء نحن في عنا أكثر من طريقة للتصنيع. هلأ أول شيء بتختلف أكيد بجودة المنتج، يعني إذا كنا نحن عم نعمل تقنيات وأساليب صناعية كتير متطورة وحديثة، بدها هي تزيد من السعر المنتج. ثاني شيء إذا مثلاً نحن الطلب كان كتير متزايد بالبلد اللي نحن موجودين فيه، يعني إذا في نسبة 75% بالبلد مثلاً عندهم عدم إنه تحمل اللاكتوز، فنحن بحاجة لننتج أكثر منتجات خالية من اللاكتوز، وبالتالي هذا الشيء رح يرفع السعر. عندنا مثلاً نوعين من الإنتاج كمان، عندنا النوع نحن منضيف أنزيم اللاكتيز للحليب، وهذا اللاكتيز هو انزيم نحن اذا ضفناه رح نعلي من الانتاج، بالتالي حتزيد الكلفه عنا لانه هون اختلف عن الحليب العادي. والنوع الثاني انه نحن نشيل اللاكتوز اللي موجود بالحليب العادي، وبيكون عنا هون حليب اكثر نقاء فينا نقول، واكيد هون بهي التقنيات والاساليب عم يعلى عنا الكلفه تبع الانتاج حليب الخالي من اللاكتوز. تمام، خلينا نفوت بتفاصيل النظام الغذائي أكثر. أنا اليوم ما بدي أخذ مكملات غذائية أو طفلي ما عم يتقبل أدوية معينة، شو هي البدائل؟ أنا كيف ممكن فيه طفلي من كل شيء نواقص هو بحاجته وما عم يقدر ياخده؟ فينا نروح على بدائل مثل حليب الصويا أو الحليب خالي من اللاكتوز. تمام. بنسبة 100%. فينا مثلا ما نعتمد بس انه بشكل عام هدول الالبان ومنتجات يعني اللبن، بتعرفوا الاطفال بحبوا الايس كريم طبعا واللبن وهدول الشغلات، فينا انه دائما نروح على بدائل اكثر صحيه كمان مثل خضروات فواكه. مثلا في عندنا كثير شغلات فينا نعتمدها للطفل، يعني مو بس نعتمد على هدول الأصناف. تمام، الكتار بيسألوا إنه إذا الطفل ما دخل على جسمه مادة اللاكتوز هل ممكن يكون في له تأثيرات سلبية؟ لا أبداً. أبداً، يعني أنا إذا ما تناولت اللاكتوز مدى الحياة ممكن يعاني من الأعراض وتزعجه، بس ممكن نحن إنه ندير لهي الأعراض إنه ناخذ المنتجات الخالية من اللاكتوز. إذا ما أخذ لاكتوز، ما دخل على جسمه لاكتوز، ممكن يعاني من أعراض؟ لا. انت جاوبتيني انه ممكن بس ممكن يعاني من اعراض، اذا ما لا. دخل لاكتوز في ممكن يكون في تاثيرات سلبيه؟ هو ممكن يولد عنده انه يكون مصاب بعدم تحمل اللاكتوز، وممكن مع الكبر. تمام. فنحن ما بندخل له لاكتوز ابدا، بدنا نعمل بحياته ترايل، هذا الشيء يعني بدنا نحاول اول شيء ندخل له اياه يعني نشوف اذا انزعج منه ساعتها بدنا نتجنبه. تمام، بعد فتره نحن ممكن نرجع نجرب انه ندخل الماده؟ صح فينا بعد فتره وبيمشي الحال. تمام، بس بنعتمد على الخالي من اللاكتوز. تمام تمام، يعني بختام حديثنا اكيد بدنا نشكرك لوجودك معنا، وشكرا كثير ويسعد صباحك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا.